اغلب المؤسسات الحين شغالين على التابلت ومحتاجين ستاند، او اذا انت كنت في المكتب وتبى تكون مميز بين ربعك اكيد محتاج لتليفونك ستاند جميل جدا. هذا الستاند يا عمر راح اقدم لك اياه وراح تشكرني عليه. شوف، تقدر تحط الموبايل مالك او التابلت مالك وتشتغل بكل اريحيه، والحلو فيه انه تقدر طاوله تصغره توديه هني تجيبه هني كيف ما تبى. خلصت مليت سويتي تشله مع راس حطه مخبك، لا يعني مريح جدا. معدن خلفيه محافظه للتليفون او التابلت، يعني ستاند من هو بصراحه جميل في الكواليتي وخفيف جدا. هو معدن عموما تمام، تقدر تستخدمه معاك تحطه في جيبك زي ما قال هلال، تشتغل معاك للتابلت وللموبايل وفي ايدك وفي نفس الوقت خفيف حاضر. وفي المكان اللي انت عايزه على طول. تبقى ترد ما تبقى ترد على ربيع كل التابلت، لا ترد تشوف من بعيد، ويشتغل معاك تابلت وتليفون.